أنا اسمي راشد عيسى الهيدوس في الصف 11، وأنا ليش أقرأ؟ أقرأ عشان التعلم والاستمتاع، وأعتقد أن أغلب الشباب ما يقرون بسبب أن القراءة الحين صار القراءة الإلكترونية أفضل يعني وأسهل، فالكتب ما صار لها قيمة، وغير هاي الفيديوهات صارت أكثر تشرح بشكل أوفر ووافي، فما صار لها داعي لنا تقرأ. بس ما زلت أنا أعتقد أن القراية هي المفيدة والأفضل.